لو الحكاية فيها إن فيتو. خش على كده المنصورة بقى، يعني مجموعة كبيرة جدا من الأسماء. بعد كده اشتغلت نائب مدير عام الأكاديمية مع محمد رمضان، وكنت سعيد الحظ إن أشتغل مع الشخصية ديت كفكرها الإداري. وبعدين اشتغلت منسق عام للجنة الكورة مع كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن طارق سليم، وده برضو أنت من الناس المحظوظة إن أنت اشتغلت مع الكوكبة ديت، فكرها، إدارتها للأزمات، إدارتها للمواقف. عندي ودني كويسه، بعرف اسمع بشكل كويس قوي، بعرف اقيم الموقف كويس قوي. ما بحبش ان انا يعني حتى في الامور اللي ممكن يبقى فيها تخبيط او فيها يعني صعوبات ممكن تطلع منها بحاجه ايجابيه، رغم ان الموضوع في سلبي جدا بالنسبه لك، لكن اكيد بيبقى ليك موقف ايجابي، خبرتك بعد كده ازاي تتعامل مع موقف بعد كده. فكنت محظوظ ان انا اشتغلت دول على مستوى الاداري، لكن اعتقد ان على الاداري او التدريبي فانا حاسمه من اول ما بطلت. يعني تمام، اتفضلوا يا جماعه. يعني كابتن، يعني في كتير بعد كليه السنه اللي فاتت الصعوبات بتاعت النشاط، والاهلي كان قرب انه يخرج ماتش الملعب المالي وفوز في الاخر بالدقيقه مش عارف الثالثه على التريكه، وكل الاهلي مر بيه ناس قالوا يعني ناس قالوا البطوله قالوا فيها يمكن شويه حظ، ان الاهلي جنبه التوفيق شويه في البطوله دي فقدر يفوز بيها. فوزكم البطوله السنه دي في ظل نفس الظروف وفي ظل واصعب زي ما حضرتك كنتوا ملعب الجونه كده، هل ده كان يعني رد على الكلام اللي اتقال ان فيها نسبه حظ؟ وهل ده زي ما حضرتك قلت ان لعيبه الاهلي عندها انكار ذات، او اللعيبه دي في ظل الظروف يعني الصعوبات ومفيش فلوس النادي، ازمات في الرعاه وازمات جوه النادي، كلنا لامسين الكلام ده، ما بيتكلموش، ما بيطلبوش بفلوس، ما بيطلعوش يقولوا الاعلام احنا ما خدناش فلوس. شايف الانجاز ده ازاي؟ البطوله في ظل الظروف اختلف ازاي؟ اختلف كلي وجزئي مع اي حد يقول ان البطولتين او البطوله اللي فاتت تحديدا حظ. يمكن اعتقد حتى كان محمد شغال كده امبارح، اعتقد ممكن تبقى وجهة نظر، لكن انا اعتقد ان المباراة اللي احنا كنا محظوظين بجد فيها بجد خلال السنتين اللي فاتوا هي مباراة القطن الكاميرون. دي وجهة نظر شخصية يعني، لا اللي هنا اللي هنا مش اللي هنا، اللي هنا، لان السنة اللي فاتت خلينا نقول السيناريو يمكن عندي ذاكرة ممكن ما تبقاش بطالة تبقى مقبولة شوية. السنة اللي فاتت احنا بدأنا بمين؟ يعني السنة اللي فاتت بدأنا بمين السنة اللي فاتت؟ البن الاثيوبي. مظبوط كده ولا ايه؟ بدأنا بالبن الاثيوبي. البن الاثيوبي انت متعادل هناك 0-0 ونضيع اجوال كتير جدا هناك في اثيوبيا. تاني ماتش هنا احنا كسبنا 3-0، فوز مستريح جدا يعني. هناك بعد الماتش الثاني او الماتش الاولاني بتاع البن الاثيوبي الملعب المالي هناك في بينالتي، لا في بينالتي بتاع عماد متعب واضح جدا جدا مفيش اوضح من كده، هو ما جاب جول في الدقيقه 90 ولا 91. هنا احنا مسيطرين جدا في اول ماتش، وبعد كده الشوط الثاني كله بتاعك، فده الملعب المالي. دخلنا على دور المجموعات، كان مين معاك؟ كان معاك مازيمبي وتشيلسي والزمالك. والزمالك الزمالك رايح جاب مباراتين، المباراتين انت خدت 4 نقط، مازيمبي خدنا 3 نقط في الماتش الاولاني وخسرنا الماتش الثاني. تشيلسي هي الفرقه المفاجاه في البطوله، تشيلسي عامل زي اورلاندو بالظبط السنه دي، يعني فرقه من اقوى ما يكون برضه، يعني فرقه قويه جدا جدا. تشيلسي خدت من مازيمبي 4 نقط وخدت من الزمالك 4 نقط، تمام؟ يعني الفرقه اللي طلعتها احنا، لان يعني انت لما طلعتها لما انت خدت منها 4 نقط هي بقى مجموعها كام؟ 8 9. تسعة خدت نقطة وثمانية وثمانية أربعة وأربعة. فأنت بتتكلم على تفوق فرق أو قابلت فرق على مستوى عالي جدا. لما جيت قبل النهائي قابلنا مين؟ قابلنا سانشاين، تعادلت هناك 3-3 بعد ما كنت كسبان 2-0، ما فيهاش حظ. يعني أنت بتتكلم أنت كسبان 2-0، ده أنت لو في حظ يبقى حظ عليك. لما جينا لعبنا هنا أنت اللي كسبان 1-0 وأنت اللي متفوق وسيد المباراة للآخرها من أولها لآخرها. مباراة الترجي هنا يعني شوف اللي حصل بالماتش والفندق والفرقه اتاخرت ومش عارف كانوا مش عايزين ده سانشاين سانشاين النهائي الترجي التونسي المباراه الثانيه من هناك باول ثانيه لا احنا عملنا ماتش على ماتش. فاعتقد فين الحظ في المجموعه هنا؟ يعني فين الحظ اللي الكره لازم يبقى فيها جزء طبعا جزء توفيق، من غير توفيق ما ينفعش. فبتتكلم على السنه دي بدات البطوله مع مين؟ بدات البطوله مع تذكر الكين كسبان رايح جاي. الصعوبات بقى اللي حواليها يعني مباراه التذكر الكيني ومشاهده من احداث البنزرت 0-0 و2-1 هنا. بعد كده دور المجموعات كله لو انت بتتكلم على الزمالك متعادل 1-1 وبعدين كسبان 4-2 ده الزمالك. اورلاندو انت خسران اصلا، انت خسران في الماتش الاولاني 3-0 ورحت هناك عملت ماتش كويس قوي وتعادلت 0-0. ليوبر انت كسبان رايح جاي، تمام؟ المباراه اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى كافئنا فيها
وكنا ممكن نخسر وهم كانوا الافضل مننا بكتير جدا. ولو خيرت انا تحديدا وانا بلعب على ارضي والمفروض ليا الافضليه وليا الحظ الاوفر وانت بتلعب على ارضك بالتاكيد، لو الحكم جه سالنا وقال لنا احنا ممكن نغير اللائحه وتلعبوا وقت اضافي بدل ما تلعبوا ضربات جزاء على طول، انا كنت هرفض. يعني لو بامكاني كنت هرفض، لان انت حاله لعيبتك كانت وحشه جدا، فربنا سبحانه وتعالى كافئك في ضربات الجزاء، فانت كنت محظوظ في ضربات الجزاء ومحظوظ خلال الماتش كله ان انت ما خسرتش، لان انت كنت بعيد جدا 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 عن كره القدم. اورلاندو رايح جاي، انت عامل مباراتين في من افظع ما يكون. انا حللت لك البطوله ايه 28 مباراه يعني 14 السنه اللي فاتت و14 السنه دي. هل انت عندك 15 ليه 15؟ مرات من قميص احمر مرتين. هل انت عندك اعتراض على مباراه من دول اصلا؟ يعني لو انت عندك الذاكره قويه مثلا قول لي لا ده انت كسبت المباراه ديت وانت مش من حقك تكسبها. انا سؤالي قصدي ان انت عارف الرد على الكلام اللي اتقال وكان مش عارف اذكر بالك كلام صح، ان في بعض نسب ان جالك من الحظ السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت. فالفوز بالبطوله السنه دي كان هو لا هو انا ممكن اقول انا اقول تاكيد تاكيد على شخصيه اللعيبه، فوز السنه دي هي تاكيد على شخصيه اللعيبه، تاكيد على احترافيه اللعيبه، تاكيد على تضحيه اللعيبه، تاكيد على اصرار اللعيبه، تاكيد على عزيمه اللعيبه، تاكيد على كل حاجه ايجابيه في لعيب النادي الاهلي بطوله السنه دي. لكن لما نيجي نقول مثلا يعني انت محظوظ بشكل كبير، اقول لك في مباراه القطن الكبيره اتفق معاك، ما اقدرش اقول كده. وبعد المباراه قلت ربنا بس، ربنا بس هو اللي كفانا النهارده في يوسف في مباراه القدم. شوف التمر عشان غير كده بقى في حاجه في اللعيبه اتكلم كانوا نقدر نتكلم فيها. شوف الشباب ما بيتكلموش في فلوس، ما بيتكلموش في ازمات، ما بيتكلموش في صعوبات، ما بيتكلموش في احداث. كان هدفهم كله هو مصلحه النادي، هدفهم الدور اللي بعد كده، هدفهم الهدف اللي بعد كده، كل ده توافر في شخصيه الاهلي السنتين. لكن هل معنى اللي احنا بنقول ده كله ان ده امر طبيعي؟ لا ده امر مش طبيعي. يعني ده مش انجاز، ده اعجاز. اللي بيحصل ده اعجاز، لكن الاعجاز ده مش شرط مستحيل يتكرر على طول. اوعى تفتكر ان انت ما بتلعبش دوري كل سنه وتروح تاخد بطوله افريقيا، تبقى راجل بتهزر، الراجل مش موضوع اطلاقا يعني، تمام؟ ممكن يتكرر مره، ده حصل معانا، وكرر مرتين، ده حصل معانا، تمام؟ شخصيه اللعيبه، اداره كويسه، نمت الجماعه، الاهداف، السنه ما تنساش ان كان موضوعها بورسعيد، فاللعيبه عايزه تعمل حاجه، البطوله الوحيده اللي موجوده عايزه تقدمها بسبب حدث بورسعيد المشؤومه. السنه دي انت بتاكد على حاجه، مباريات لما كانت قويه خلي بالك في ساعات تبان رؤيه انها صعبه جدا، لكن بسبب الصعوبه ديت يتخلق لك النجاح. يعني مباراه اورلاندو الثانيه مثلا، تمام، لو انا كسبان اورلاندو هنا ومحتاج ان انا اكسبه هناك او اتعادل معاه هناك عشان اطلع اول، غير لما كنت خسران منه هنا ثلاثه، فمحتاج ان انا اثبت له لا ده كان في ظروف صيام وكان في ظروف وكان هو ممكن يطلع اول ومشواري في البطوله يختلف خالص، اروح اقابل الترجي والمباراه الثانيه تبقى على ارضه وهكذا. فاحنا قابلنا صعوبات السنه دي، مباراه الزمالك دور ثاني، مباراه في منتهى 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 الاهميه والقوه. الزمالك يعني بس احنا الحسابيه بننسى شويه، يعني احنا لو تعادلنا ايجابي مع الزمالك 1-1 او 2-2 ما كانش في مصلحتنا، لان احنا قاعدين 1-1 على ارض الزمالك، على ارض الزمالك الماتش ده كان بتاع الاهلي، ونسبه الاهداف في مباراه الزمالك كانت تبقى لصالحها مش لصالحنا. يعني ولو رحت خسرت، انت متخيل ان انا لو رحت خسرت من اورلاندو او تعادلت مع اورلاندو وتعادلت مع الزمالك 2-2 لا لو ما تعادلتش مع اورلاندو اسف، لو خسرت من اورلاندو كنت خرجت، خرجت خالص. الزمالك كان كسب 9 بوينت احنا كان هيبقى 8 يصعد مع اورلاندو، يصعد بس مجموعه ممكن يصعد او ما يصعدش بقى، دي كان بس الاهلي كان هيبقى بره الحسابات بره الحسابات. فانت بتتكلم كل مرحله لها تفكيرها، لكن شخصيه اللعيبه فرضت نفسها، اسلوب اللعيبه فرض نفسه، تضحيات اللعيبه وفناء اللعيبه واخلاص اللعيبه فرض نفسه، يعني حاجات كتير جدا. تربيه الاهلي اللي هو عنده المصلحه الاهم هي الاهلي مش المصلحه الشخصيه. سيد اكيد خلال مسيرتك كمدير كره عدى عليك ازمات كتير او مشاكل، ايه المشكله اللي انت فاكر؟ ما عندش علينا حاجه يعني مشكله مؤثره خلت الكابتن سيد يفكر انه ممكن يقدم استقاله. لا ده انت لا تقديمة الاستقاله دي اعتقد ان هي يعني انت بتهرب، يعني اي حد ممكن يكون الا لو في مبدا في حياتك ما شايف ان هو يعني لا يقبل المساواه او لا يقبل ان انت لكن الازمات اللي مرينا بيها عد، يعني بتعرف تعد لحد كام؟ يعني اول ما اشتغلنا دخلنا على ثوره 25 يناير، تمام، بعد كده توقف النشاط،
بعد ثورة 25 يناير وقفنا شوية عدم وجود جماهير في مباراة الوداد لو تفتكر كده، بس ده كان قرار يعني شوية. وبعدين دخل السلطة اللي موجود بها فيها البلد في الوقت الحالي، السياسة دخلت في الرياضة والرياضة دخلت في السياسة والسياسة دخلت في مدرجات وإعلام ولعيبة وإدارة وقصص وكل الحياة والرأي العام بقى كله سياسي شوية. وبعد كده دخلت الأصعب مباراة المصري البورسعيدي، بعد كده توقف النشاط، محاصرتنا او حبسنا في مالي بسبب حرب الاهلي، مش الحرب الاهلي يعني، الحاجه اللي حصلت في مالي تمام، او الاحداث اللي حصلت في مالي شويه. وبعد كده دخلنا على عدم وجود الجماهير بشكل اساسي شويه. وبعد كده اختلاف الاراء في الجماهير واحتكاك الجماهير ببعضها في وقت الاوقات، وبعدين عدم وجود الملعب اللي بتلعب عليه واللي انت متعود عليه، وعدم وجود لعبك في القاهره. يا راجل ده احنا ما لعبناش السنه دي ماتش بالليل غير النهائي، يعني ولا ماتش بالليل ما شفناش الليل ده خالص غير في المباراه غير في النهائي، يعني الثمان مباريات مش سته، الثمانيه كلهم بالنهار، الازمات الماليه، الفكر اللي سايد، المزاج الشخصي للانسان المصري، ما انت في الاخر مواطن يعني، قبل ما تكون لعيب كوره انت مواطن، فبتحس بحاجات ومشاعر في 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 الشارع، في بيتك، في جيرانك، في اخواتك، اختلاف الاراء، الفلوس، عدم يعني وجودها، بتتكلم في ايه تاني يعني، عدم وجود المسابقه اللي انت المفروض ان انت بتجرب فيها لعيبتك وبتختار فيهم الانسب. تتكلم بص الازمات دي كلها واحده بس كفيله تشرب ايه، عندنا حاجات دافيه، عندنا نسكافيه، وعندنا واحده فيهم قد كده تمام. عشان كده بقول لك اللي حصل مش طبيعي، بس اوعى تفتكر ان اللي مش طبيعي ده يتكرر، يقعد يتكرر 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 يتكرر. الامكانيات الماديه اللي معاك بيطلع منها بقى كذا اتجاه او كذا سهم، ما بتجيبش لعيبه كتير، لان الكلمه الماليه او المقابل المالي له دوره تمام. لما بيجي لك عرض مقبول ومعقول على لعيب عندك بتوافق او بتحاول ان انت تساعده او تساعد عشان خصوصا. طيب ايه القرار اللي انت خدته كمدير كوره وحسيت ان انت يعني كان المفروض ان انت ما تاخدوش، او ان انت مثلا حسيت ان في ضغط او في مثلا سنه من ان انت تحملت على لعيب، وفي ايه القرار اللي انت خدته وراضي كل الرضا عن راضي كل الرضا ان انت اخدته بالنسبه للعيب او بالنسبه للموقف الفريق؟ القرار اللي اخدته مع حسام البدري، وده كان متروك للجهاز الفني احنا وانا وكابتن حسام تدريبي تحديدا يعني، هو قرار ابو تريك في بعد مباراه السوبر. طبعا بعد مباراه السوبر ده، رغم مش حبي وبس لابو تريكا، رغم عشقي لابو تريكا، وواحد من الشخصيات الهائله جدا 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 على المستوى الرياضي والانساني طبعا تمام، لكن انت بتتكلم في مصلحه فريق، في مصلحه فريق. القرار اللي انا بتقول ندمت عليه، اعتقد ان انا ممكن الاقي قرارات كتير ندمت عليه او زي ابرازه يعني، مش فيجو